السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. سيدي لا أطيل عليك، السؤال: شخص كبير بالعمر وعمره بالتسعين يعاني من مرض الزهايمر. هذا المرض يسبب النسيان، هو في بداية هذا المرض، وبعد وبلشت تتأثر عباداته، ينسى بس تتأثر العبادات بشكل سلبي، مثل الصلاة مثلا ينسى أوقاتها وينسى الصلاة وينسى الصلاة الإبراهيمية على سبيل المثال، ينسى الركعات في أي ركعة، ويعني بعض الدكتور الطبيب يقول بأنه الدماغ عنده يعني دخل في مرحلة الخرف. بعض الإخوة يعني يقولون أنه خلاص الآن ليس عليه صلاة، ليس عليه صلاة، يعني ليس مجبرين أنه يتوضأ ويصلي بعد كل صلاة. فهل هذا صحيح؟ يعني تتوقف عن العبادات المكتوب مثل الصلاة مثلا؟ أنت توهتني والله، مش فاهم إيه الموضوع يعني باختصار. طب مرة أخرى يا شيخ، شخص كبير بالعمر عنده مرض الزهايمر، وهذا المرض الرجل عنده الزهايمر ينسى ويخلط في الصلاة. الآن هذا المرض أثر على قدرته على أداء العبادات، شوف يا شيخ، قدرته الذهنية. اسمر، الذي يستطيع فعله على وجه سيفعله، والذي يعجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هو في مرحلة الخرف دكتور، الدكتور يقول انه هاي مرحلة الخرف، يعني أيوة يصبح العقل تقريبا غير مكتمل. ايوه غير مكتمل، صح، ويقبل ويدبر، يفهم ويترك ويغيب عنه الفهم، يحفظ ويغيب عنه الحفظ. الذي يستطيع ان يفعله في وقت عافيته يفعله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بس كده. بارك الله فيكم، شكرا لكم. حياكم.